للمزيد من المتابعة حول تطورات القضية الفلسطينية والوضع الميداني في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ شادي، تتواصل المساعي المصرية المختلفة لدخول المساعدات الإنسانية وبكميات مناسبة إلى قطاع غزة والوصول إلى هدنة إنسانية. كيف ترى هذه الجهود ومدى تفعيلها على الأرض لأهالي القطاع؟ انا بشوف ان الجديد في الدور المصري في المتعلق ان هو بقى استباقي، يعني قبل عمليه التوغل الحمد لله ربنا كلل الجهد بالنجاح، في ان كان في اتصال من الرئيس الامريكي للسيد الرئيس انه خلاص في امتثال للموقف المصري، في موافقه على ادخال المساعدات، والعدد كمان زاد كما ونوعا، المساعدات زادت كما ونوعا. كنا الاول بندخل فيما يقارب 10 الى 14 شاحنه، دلوقتي احنا هندخل 100 قافله 100 شاحنه، فده امر مهم جدا جدا يعني. طب ليه في استباق؟ لان التوغل البري الحقيقي كان النهارده وتم الاتصال امبارح. التوغل البري اللي حصل النهارده ده كان مهم جدا جدا لاسرائيل، لان هي شايفه دلوقتي ان الميزان كفته ترجح لحماس اكتر منها هي نفسها. علشان كده هو كان في قصف عشوائي حصل بعد احباط لدى الجيش الاسرائيلي انه مش عارف يتوغل بشكل بوتيره اسرع وباتجاهات انوع او متعدده يعني. كانت في نقطتين في شمال غرب غزه ناحيه البحر المتوسط كده اهو، وفي نقطه ثانيه من شمال شرق غزه ناحيه نحل عوز او الشجاعيه. فالمنطقه دي هم كانوا ناويين الجيش الاسرائيلي ان هم يعزلوها تماما عن بقيه القطاع، لان هم مدعين ان البنيه التحتيه الاساسيه لحماس موجوده في هذه المنطقه. فمصر كانت عارفه ان هيحصل توغل بري وهتحصل مقاومه فلسطينيه شجاعه جدا هتحدث هذا التقدم الاسرائيلي. وعليه بعد ما الجيش الاسرائيلي يشعر بالاحباط هيبدا يقصف عشوائي، وهنشوف في الساعات الجايه للاسف ان هيبقى في نوع من الغل الاسرائيلي الظاهر في عمليه القصف، هتتم عن طريق المدافع وعن طريق الطائرات المقاتلة والزوارق البحرية. إذن تتوقع المزيد من التصعيد على الرغم من كل هذه الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بوجه قطاع غزة وحلحلة القضية الفلسطينية، لكن برأيك هل ستغرق إسرائيل إذا ما دخلت في حرب برية أو في زحف بري ومن ثم تكون بمثابة حرب شوارع؟ هي دي النقطة، وهو ده اللي كانت مصر بتحذر منه طول الوقت، ان الحرب دي حرب صفريه. اسرائيل لو كانت قادره ان هي تتوغل بريا في غزه وعندها هذا التقدير او هذا الاحتمال من النجاح كانت عملته من زمان مش من النهارده يعني، وما كانتش هتستنى عمليه الطوفان الاقصى علشان تعمل هذا التوغل يعني. والولايات المتحده نفسها نقلت هذا التقدير المصري الى الاسرائيليين ان انتم مش هتقدروا تتوغلوا بريا لاسباب كتير جدا. اولا ما فيش خطه عملياتيه واضحه عند اسرائيل، ما فيش خطة تسليح كاملة عند الإسرائيليين، ما فيش استراتيجية واضحة بعد ما تتوغل بريا هتعمل إيه؟ هتكشف الأنفاق ولا هتهدم المنشآت ولا هتعمل إيه بالظبط؟ إن كل ده مش واضح، كلها علامات استفهام. إسرائيل بتجري وراها بدون أي جدوى يعني. فكانت مصر شايفة إنه بلاش استمرار لإطلاق النار، خلينا ندخل المساعدات الأول بعد كده نشوف الصفقات الجزئيه المتعلقه بتبادل الاسرى والمحتجزين وخلافه يعني. مصر قطعت شوط قوي جدا الفتره اللي فاتت من 5 ايام بالتحديد، قطعت شوط اطول واقوى امبارح بعد الاتصال اللي حصل ما بين امريكا والسيد الرئيس. والنهارده انا بشوف ان الساعات المفصليه الحقيقيه هتبقى الساعتين اللي جايين دول، بعد ما اسرائيل تقتنع ان هي فاشله. بعد ما تقتنع ان هي فاشله هتبدا تقعد تاني على طاوله المفاوضات فيما يتعلق بالتبادل، تبادل المحتجزين او الاسرى يعني. فساعتها نقدر نشوف انفرازه حقيقيه. هو ده الرهان المصري طول الوقت على ان المساعدات، وانا كنت دايما اقول الكلام ده، المساعدات هو صحيح اداه ذات طابع انساني، لكن هي في الاول وفي الاخر توظيف سياسي، توظيف سياسي مهم جدا واستراتيجي كمان فيما يتعلق بشكل الاوضاع في غزه. مصر كانت بتبرر ان انا هدخل المساعدات، لكن الحقيقه كان المستهدف المصري هو وقف اطلاق النار. وقف اطلاق النار علشان اسرائيل لا تتوغل بريا فيزيد احباطها فتزيد من القصف العشوائي، واللي في الاخر هيبقى الشعب الفلسطيني. لكن هناك عدد من المستشفيات في قطاع غزه خرجت عن الخدمه،
فعليا نتيجة نقص الإمدادات الطبية ونقص الوقود؟ المستشفيات خرجت عن الخدمة لكذا سبب. واحد، إن إسرائيل كانت بتستهدف هذه المستشفيات. طب ليه؟ لأن النساء، أنا بشوف إن القصف العشوائي اللي بيحصل من الإسرائيليين ضد قطاع غزة الهدف منه أهداف كتير جدا، من ضمنها إن هو عايز يحدث خلل ديموغرافي في شعب فلسطين اللي موجود في القطاع. وبيستهدف، عشان كده بيستهدف النساء والأطفال. ما كانتش صدفة إن كل الأرقام تدلل على إن أكثر عدد من الشهداء واقع بين صفوف النساء والأطفال. دي بالصدفة. لا، هي إسرائيل عارفة هي بتعمل إيه في القصة لإحداث خلل ديموغرافي. السبب الثاني المتعلق بالمستشفيات، إن إسرائيل بتدعي إن تحت هذه المستشفيات أو حوالين منها منشآت تتبع حماس، سواء فيها مستودعات ذخيرة أو صواريخ أو وقود. طبعا كل الادعاءات دي مضللة. الدليل على كده إن بعد الضرب ما بيحصل الدخان اللي بيظهر دخان أبيض، أما لو كان دخان أسود كان ساعتها نعرف إن فعلا في بارود، لكن ما فيش بارود. ده معناه إن كل دي ادعاءات مضللة ومبررات واهية للقصف العشوائي والإبادة الشعب الفلسطيني. طبعا المستشفيات كان هدفها الاستراتيجي هو تحولها إلى مراكز إيواء، وإسرائيل مش عايزة إن دوت يحصل في غزة، لأن لو تحولت إلى مراكز إيواء يبقى الفلسطينيين مش هيهجروا قسريا، وده ضد الخطة الإسرائيلية يعني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.